سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو تكونوا باحسن الاحوال. شكرا لكم بزاف على اي واحد سول عليا في الخاص، الله يخطيكم عليا وغبرت عليكم غير لي دواعي صحيه. الله يشفي جميع المسلمين يا ربي. واليوم جيت هي باش نقول لكم اي واحد عندي في القناه ديالي، عائلتي الصغيره والكبيره واي واحد كيعرف فاطمه الزهراء فارس، رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة وبطول العمر، والهلا يضر شي حد في صحيحته، هي اللي أهم حاجة، كل شي كيدوز بجهد الله. بغيت نقول لكم الله يفاجئ عليكم والله ييسر لكم أموركم، واللي مهموم بغيت نقول لك دابا ربي يفرجها، وأي ابتلاء ربي كيعطيه لنا إلا وكيختبرنا، وإن شاء الله بالصبر كل شي كيدوز. وهذه أزمة علينا كاملين، ان شاء الله ما يكون غير الخير القدام. وشكرا لكم بزاف، ونتمنى ان شاء الله نرجع لكم فيديوهات اخرين، والله يخطيكم ورمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة، والله يجعلوا علينا وعليكم